أراد لهذا الإنسان يلي ألف العبادة فبردت همته يؤديها تأدية أحيان شكلية، فلما تابع الأداء الشكلي كأنه ضعفت همته وضعف إقباله على الله، فالله جعل له مواسم تحفيزية، جددوا إيمانكم. يعني أنت بموسم تدع الطعام والشراب، تدع المباح، تدخل لبيتك في رمضان والجو لا يحتمل حرارته، وجائع جوع لا يحتمل، وبحالة عطش لا توصف، ما بتقدر تضع قطرة ماء بفمك. أنت بهالطريقة هي تتأكد أنك تعلم أن الله يعلم، تتأكد أن الله سيكافئك. يعني موسم للإقبال على الله، موسم لشحذ الهمة، موسم لفتح صفحة مع الله جديدة، موسم لتوبة نصوح تجرف كل ما سبق. فالله جعل مواسم، من توب برمضان، بالعيد الأضحى من ضحي، نطعم الطعام، ننشر السلام، نصلي بالليل والناس نيام، نبلغ الجنة بسلام. عملنا مواسم، عملنا مناسبات، تحفيزات، حتى نتشوق إلى اللقاء معه. يعني عفوا، الطفل أيام بيكره طعام، ما بيكره الطعام، لما بيذوق طعم يحبه يتابع هذا الطلب كل يوم. نعم. كأنه الله عز وجل ينتظر منا أن نذوق طعم القرب منه. الله أكبر. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الله عز وجل أصل الجمال والكمال والنوال، الذات الكاملة سبحانه وتعالى. يعني إن لم تقل وقد سمح لك أن تتصل به، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، هناك مشكلة مع الله. أنت مع أصل الجمال. تصور مرة يعني في هولندا، مهتمة بالورود، بالنباتات الزينة، بتلاقي حقول قطعة من الجمال لا تصدق. هذا جمال الله عز وجل، منحه لوردة، منحه لفاكهة، شوف لون الفاكهة وحجم الفاكهة وقوام الفاكهة، هذا كله إكراما لنا. يعني الدواب نوع واحد بيأكله كل حياته، كم نوع فاكهة بحياة الإنسان، كم نوع طعام، كم نوع لحم. فكلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. باطن الأمن، المؤمن عنده حالة أمن، والله لو وزعت على أهل البلد لكبتهم، والله يتمتع بحالة من الأمن لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. الدليل، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك. دقيق، ما قال الأمن لهم، لو قال الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن وحدهم، لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. نعمة الأمن، التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. إنسان بيوفق أيام بزواجه، يوفق بعمل مريح ودخله معقول، يوفق بأولاد أبرار، ببنات صالحات محتشمات، بتوفق بحرفة راقية جريفة، في حرف مبنية على معاصي وآثام. أيام بتمتع بحريته، ما في عليه مأخذ، ما له ملاحق، مشى على منهج الله فحفظه الله والآمر ضامن. يعني أنا بقول كلمة، إيجابيات أن تعرف الله وأن تطيعه لا تعد ولا تحصى. ملخصها أن تقول وأنت واثق مما تقول، ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني. أنت مع القوي. يعني عفوا، طفل صغير إذا كان ابن ملك بيخاف من رجل كبير؟ ما بيخاف، والده الملك. نعم. الله قال، خاطب النبي قال له فإنك بأعيننا. يا الله، شو هاي الكلمة هاي؟ مثل إذا واحد تزوج وما أنجب، هو غني وبيحب زوجته حبا جما، ما بده يزعلها بزوجة ثانية، بعد 10 سنوات أنجب طفل آية في الجمال، تعلق به تعلقا مذهلا، فإذا أخذه إلى حديقة
عينه عليه دائما فإنك بأعيننا. أنت غالي على الله كمؤمن، غالي عليه كثير. أعطوه دواء ذات الجنب للنبي فغضب غضب شديد كأنه الورم الخبيث قبل أن يموت. قال ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به. ومعنى إذا واحد امتحن به المرض سيء، لا ما أقصد هذا أطلاقا، بس أنت كمؤمن بتحس أنه أنت غالي على الله. في يعني أشياء بتنهيك، ما في بحياتك ما في شيء من هذا. واحد له دكان وبيأدي زكاة ماله بالتمام والكمال، إجا شخص قال له احترق دكانك، بقي مطمئن. قال له عجيب، قال له أنا مطمئن، ما كان الله ليفعل، أنا أودي زكاة مالي. والله مرة أخ من قطر مجاور، أنا يعني صديقي الحميم، راكب سيارته فضرب سيارة سورية، والضرب كبير يعني بيحتاج لألفين ثلاثلاف ليرة. والله أنا واقف، السائق لما وجد اللوحة ليست سورية، من دولة مجاورة، قال له مسامح تفضل ما بدي شيء. هالرجل هطلت من عينه دمعة. شو هي الدمعة؟ هو غني كبير، يعني هو وفر 3000 ليرة، لا مو هيك. سألته ليش، لماذا بكيت؟ لي أنا قبل سنتين أسرة من سوريا راكبة سيارة بيجو وكل النساء محجبات، ضرب سيارتي، جاي يعمل هيك نزهة ببيروت، ما حبيت انزعله النزهة، قال له مسامح. الله أكبر. بعد سنتين أنا استغربت إنه سائق سيارة عمومي وهي يا عندهم قوة وعندهم كلام مجادلة قوية جدا، لما لقاها سيارة ليست سورية من بلد مجاور عفانا، قال له مسامح، قام بكي. قال لي أنا من سنتين وجدت أسرة النساء محجبات ما حب يعني يزعلون. سبحان الله، فالله كبير، جبر الخواطر. ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. شيخنا الواقع، شيخنا كثير من الناس يسير على درب الله ويستقيم ويصلي ويصوم لكنه لا يشعر بهذا الجمال ولا بحلاوة الإيمان ولا بالصلاة المنعقدة مع الله، ولا يشعر أنه أسعد الناس على وجه الأرض. أين الخلل؟ عندك جواب دقيق. بيت 450 متر في 8 تريات رشانج، الواحد يحقق بمئات الألوف، في كل الأجهزة، الثلاجة والميكروويف، المراوح، التكييف، كل شيء فيه، بس ما في كهرباء. كله واقف. هالتيار الكهربائي بينقطع بمليمتر وبينقطع بمتر. ما دام في مخالفات فقد الإقبال على الله، فقد الاستمتاع بالصلاة. ما دام في يعني سهرة مختلطة، في مال له إشكال، في مبلغ رشوة، في مبلغ حرام، في متع عينه بنساء لا يحلن له، مشي بالطريق أطلق البصر، فحتى لو صلى وصام لن تنعقد الصلة الكاملة. هذا التقبيت فيه كل الأجهزة بس ما في كهرباء. فأنت لما لم تستقم استقامة كما أرادها الله، استقامة عن الكبائر كلياتنا، خذ ألف بيت بعمان، خمر ما في، نحن مسلمون، لأنه زنا ما في، قمار ما في، قتل ما في، وين مشكلتنا؟ بالأشياء الصغيرة، سهرة مختلطة، يعني سياحة لا ترضي الله، لأماكن موبوءة، في كتير مخالفات. لما إنسان بيفقد صلته بالله فقد السعادة بالدين، بصير الدين عبء عليك، العبادات عبء بصير. عفوا، بين أن تقول أريحونا بالصلاة وبين أريحونا منها، أريحنا بها يا بلال صلى الله عليه وسلم. بيجوز واحد إذا كان له تقصيرات أو له مخالفات بتلك والله الحمد لله العشي خلصنا منه صلينا، بين أريحنا بها بين أريحنا منها. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا،
ولو لاح من أنوارنا لك لائح، تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد صدقتنا. الله يفتح عليك شيخنا. إذن سيدنا الإنسان عليه أن يسير على شرع الله، هذا الأساس. لن يشعر بجمال وحلاوة هذا الشيء إلا إذا كانت كل سلوكيات استقامة، يعني ليس فقط أدى الصلاة بل تجنب المال الحرام والكلمة الحرام يعني والنظرة الحرام. يعني التيار متصل. نعم. قطع التيار ميلي مثل متر. نعم. طبعا الميلي حسابه مو مثل متر، بس بالنهاية قطع. نعم. صافي حجاب. نعم. ولا يزال هذا الحجاب. والله الآية بتخوف. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكيف يزال هذا الحجاب؟ بالتوبة. الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما ترك معصية ما سوى، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذه وسعت رحمتي كل شيء، ونحن شيء، أنت شيء ولا شيء. وبهذه التوبة شيخنا يصير إنسان إذا صلى أدرك جمال الصلاة. التوبة تجب ما قبلها. نعم. إذا رجع العبد إلى الله أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. الحمد لله. إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. ونعم بالله. الله يفتح لكم يا دكتور. الله يجزيكم الخير لهذا التوضيح ولهذا التأصيل، ولفكرة أنه الإنسان عليه أن يستقيم على مدار الحياة، لكن هذه المواسم كرمضان وذي الحجة ليزداد همة إن فترت همته. الحج عبادة كبيرة جدا. نعم. الحج في انتقال من مكان إلى مكان. نعم. أنت بتصلي ببيتك أو بمدينتك، بالجامع بس بمدينتك، وبتصوم بمدينتك، وبتدفع زكاتك بمدينتك، إلا هالعبادة فيها سفر. سبحان الله. فيها مشقة. فهذا الذي سافر إلى الله هذا زائر إلى الله، في إكرام كبير له، بس هذا السفر بيحتاج إلى صحة وإلى مال. نعم. هذا الذي يجلس في عمان، في الشام، في بغداد، في القاهرة، ما أتح له أي حج، كأنه الشرع جعل له العشرة أيام، يعني بيقطف ثمار الحاج، ما حقول بالمية مية، بالمية ثمانين. سبحان الله. صيام وعبادة وقرآن كريم. أنت ما تمكنت أن تذهب إلى الحج، صم بعض هذه الأيام أو كلها، لكن لابد من يوم الوقف، هذا يوم عرفة يرتقي إلى واجب. نعم. الواجب بين الفرض وبين السنة. نعم. طيب ماذا تقترح للمستمعين شيخنا في هذه الأيام؟ يعني إضافة للصيام، طلب. نعم. العلم، عمل صالح، تفقد الأهل، الأقارب، صلة الرحم، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. بكل أخت مثلا فقيرة، زوجها فقير بطرف المدينة، إذا كان زوجها غني بتلاقي كل ما عطس بيهنوه بيزوروه، هي مهملة، وين بطولتك تزور الأخت اللي زوجها دخله محدود، تجبر خاطرة بيت فيه سعادة. والله مرة بذكر يعني إنسان صار معه مرض يعني بالقلب، وما معه ثمن العملية ولا واحد بالمليون، عملية بدها 400,000 وقتها. نعم. دري غني كبير قال هي عملية على حسابي. يا سلام. العملية نجحت، والطبيب من إخواني الجراح ناجحة جدا. أنا بشكر، زرته بعد العملية، الأولاد يكادون يرقصون من فرحهم. دفع جزء من ماله لإجراء عمل جراحي لإنسان فقير عنده 5 أولاد. والله أول ما زرتهم، أنا زرتهم أول مرة كان السماء العملية المرض انكشف وما في معهم ثمن العملية، في بالبيت كآبة لا يعلمها إلا الله. لما هالإنسان تبرع بهذا المبلغ، يا أخي العمل الصالح، بدي أقول كلمة دقيقة، أنت رفعت إلى الله عمل صالح، رفعته، لا بدك سمعة ولا بدك من يمدحك، بدك يرضى الله عز وجل. شو بيجيك من فوق؟ بيجي سكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الله يفتح لك. هي السكينة أعظم عطاء إلهي. يعني سيدنا يوسف رآها في السجن كان أسعد إنسان، سيدنا يونس، يوسف بالسجن، يونس بطن الحوت. إذا كان الله معك فمن عليك،
وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. الله يفتح لك يا دكتور. هل في أيام عشر ذي الحجة دكتور تجتمع العبادات كلها، الحج والصيام الصلوات؟ نعم. لا، صيام عشرة أيام أو صيام يوم الوقفة. نعم. يعني مو بس صام يوم الوقفة، يعني القرآن أكثر من قراءته، يعني الشاشة مو مفتوحة فلتاني. أنا ما بعتقد إذا كان شاشة مفتوحة وغير منضبطة في مشكلة كبيرة جدا. يعني في غرائز صار عندك ابن شاب وبنت شابة مثلا، إذا ما كان في انضباط بالشاشة الطريق إلى الله غير سالك. نعم. تنضبط على محطات إخبارية ودينية فقط. طيب شيخنا الكريم، من كان بعيدا عن الله، مثلا إنسان لا يصلي، إنسان يتعامل في الربا، إنسان عنده عقوق والدين، في جواب سيدي، كيف يمكن أن يصلح؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا ما خل معصية ما سواها على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، وجبت محبتي للمتحابين فيها. سيدي الناس ماذا قطع من القرب؟ الله ذات كاملة، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، أصل الجمال والكمال والنوال. لما الإنسان بذوق طعم القرب من الله ما له مستعد يقصر مع ربه ولا بثانية، ذاق طعم القرب. الله يفتح لكم يا دكتور. الله يفتح لكم يا دكتور. طيب شيخنا الكريم، هنالك أحبة دائما لكل إنسان قد فقدناهم، هل يمكن في هذه الأيام الفضيلة أن يقوم الإنسان بعمل ويهدي ثوابه لذلك الميت؟ هل يمكن مثلا أن ندعو له، نستغفر، نقرأ قرآن عنه، ماذا يمكن؟ اللي بعرفه الدعاء والصدقة فقط. الدعاء والصدقة. أما أنه لك عمل صالح أنا وصله لفلان ما بدر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي واضحة. نعم. أصل يعني هذا صلى قيام الليل. نعم. أنا بدي أوهب هالأخ النايم اللي عم يتابع فيلم بالتلفزيون، بدي أوهبه صلاتي، ما بتزبط. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن الدعاء والصدقة تنفع المريض، تنفعه أبدا. نعم. الدعاء والصدقة. نعم. للإنسان المريض أو نعم. للإنسان نعم. الميت دكتور. نعم. إن شاء الله هذه ثواب وهذه الأعمال الصالحة تنفعه وتصل إليه. طيب شيخنا الكريم، أيضا في ظل هذه الأيام المباركة، كيف يمكن للإنسان أن يحث الآخرين على أن يعبدوني؟ هل من نصيحة دعوية؟ سيدي أنت ما بدي أقرب مثل لحياتنا. هذا الهاتف قد يكون حقه 100,000، في أنواع غالية جدا. نعم. إذا ما شحنته شقفة بلاستيكي بس. والإنسان إذا ما انشحن أناني، بخيل، لئيم، مصلحجي قطعا قطعا. بس كان شحن يا لطيف، كتلة كمال ملائكي يؤثر. دائما بياخذ الأقل يعطي الآخر الأكبر. سيدي الفرق بين المؤمن غير المؤمن مو لأنه بيصلي المؤمن، والله لا أبالغ، في 100,000 بند يتميز بها المؤمن، في إنصاف، في رحمة، في اعتدال. يعني أنا بشكر مرة هيك محل أقمشة ما بنساها، صانع يتيم عنده، حمله توب، الثاني الثالث قال له ما بقى فيني، قال له شب أنت شب، حمله 7 تواب من محل لمستودع. والله وانا واقف ابنه حمل توب واحد بقوع ظهرك، هذا يسقط من عين الله، يسقط من عين الله والعياذ بالله. لابنه بيجيب له اساتذه والمبلغ فلكي بيندفع، لكن ما بيدفع لصانع عنده صانع طلب منه بس يطلع قبل الدوام قبل 8 بساعة واحدة ليلتحق بمدرسة مسائية ياخذ شهادة. قال له أبدا. قال لي أبدا. قال لي أبا ما بسمح له، متى ما أخذ كفاءة بيفقس بيتركني، بده يخليه جاهل طول حياته. ابنه
يحط له مليون ليرة دروس خاصة، مليون بيحط له. هذا ابن الفقير ما بيخليه ياخذ كفاءة يعني متوسطة. نعم. الله المستعان. شيخنا الكريم، نختم هذه الحلقة بالدعاء ونسأل الله القبول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عما سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا، وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.